الحمد لله، كيف الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا هو درس همزتي الوصل والقطع أو همزتا الوصل والقطع. في هذا الدرس لابد أن نتعرف ما هي همزة الوصل، تعريف همزة القطع، مواضع همزة الوصل، وبالتالي إذا عرفنا مواضع همزة الوصل نكون يسهل علينا أن نعرف مواضع همزة القطع، حركة همزة الوصل. طيب، أول حاجة، ما معنى همزة الوصل؟ هي همزة يتوصل بها إلى النطق بالساكن، يتوصل بها إلى النطق بالساكن. يعني مثلا عندما أقول كتب يكتب، تعلمون أن الأمر مأخوذ من المضارع، فإحنا نحن في المضارع نحذف حرف المضارعة، وما بقي تمام فهو فعل الأمر، لكن الحرف الثاني هنا ساكن. العرب معروف عندها أنها لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. كتب يكتب، عندما نحذف حرف المضارعة يكون الحرف الثاني ساكنا، والعرب لا تبدأ بساكن، فنضطر إلى أن نأتي بهمزة وصل للنطق بالساكن. يبقى إذن همزة الوصل همزة يتوصل بها إلى النطق في الساكن، وتثبت في ابتداء الكلام لا في وسطه، وتظهر في النطق فقط. يعني همزة الوصل أحبابنا الكرام ننطقها فقط ولا تكتب، لأنها تكتب عبارة عن إيه؟ هكذا ألف فقط. أما همزة القطع فتكتب عبارة عن هكذا، إما ألف فوق همزة من الأعلى أو همزة من الأسفل إذا كانت إيه؟ دي همزة قطع. لكن همزة الوصل عبارة عن ألف فقط، لا يوجد همزة فوقها ولا تحتها. يبقى إذن همزة الوصل همزة يتوصل بها إلى النطق بالساكن، تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في وسط الكلام. يعني إيه الكلام ده؟ عندما أقول انطلق، انطلق أو انطلق، أنا نطقت همزة الوصل لأنها في ابتداء الكلام، لكن عندما أقول جاء محمد ثم انطلق، ثم انطلق، هنا أنا نطقت همزة وصل لم أنطق لأنها أتت في وسط الكلام. يبقى إذن همزة الوصل تثبت في النطق فقط، وتثبت في ابتداء الكلام لا في وسطه، ويتوصل بها إلى النطق بالساكن. طب سميت وصل ليه؟ قيل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، أو لأنها تصل ما قبلها بما بعدها في الكلام. عندما أقول وانطلق، همزة الوصل هنا حضرات نلاحظ أنها وصلت الواو من نون، ون ون وانطلق، وصلت ما بعدها بما قبلها، فلذلك سميت همزة وصل. أما همزة القطع فتقطع ما بعدها عما قبلها، نقول مثلا وأكرم، وأكرم، هنا همزة القطع لم تصل الكاف بالواو بل قطعت الكاف عن الواو. يبقى إذن الفارق بين همزة الوصل أنها تصل ما بعدها بما قبلها، أما همزة القطع فتقطع ما قبلها عما بعدها. طيب، تعريف همزة القطع إيه؟ همزة القطع هي همزة تثبت في ابتداء الكلام وتثبت في وسطه. يعني عندما أقول جاء محمد ثم أكرم عليا، ثم أكرم، هنلاحظ هنا أن الهمزة ثبتت في وسط الكلام. يبقى همزة القطع هي همزة تثبت في ابتداء الكلام وفي وسطه، وتثبت نطقا وكتابة، لكن همزة الوصل بتثبت في النطق فقط لا في الكتاب. طيب، مواضع همزة الوصل أحبابنا الكرام، أحبابنا الكرام، همزة الوصل بكل سهولة ويسر مواضعها، إما أن تكون في الحروف أو في الأفعال أو في الأسماء. الحروف حرف واحد هو ال، الشمس، القمر، الليل، الشمس، القمر، الضحى،
دي كلها همزة إيه؟ وصل. يبقى همزة الوصل في الحروف في حرف واحد فقط هو أل. طيب في الأفعال ماضي الخماسي وأمره ومصدره، أقول انطلق انطلق انطلاق. يبقى همزة الوصل في الأفعال ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره. رقم اثنين ماضي السداسي وأمره ومصدره. استخرج استخرج استخراج. رقم ثلاثة أمر الثلاثي كتب يكتب اكتب. بس وما عدا ذلك فهو همزة قطع. يبقى همزة الوصل عندنا في حرف واحد ال. في الأفعال عندنا ماضي الخماسي وأمره ومصدره، ماضي السداسي وأمره ومصدره، أمر الفعل الإيه؟ الثلاثي، كتب يكتب اكتب، نصر ينصر انصر. طب في الأسماء في عشرة أسماء، اسم است امرؤ امرأة اثنان اثنتان أيمن أيمن الله يعني أيمن القسم يعني اسم است امرؤ امرأة اثنان اثنتان ابن ابنة. تمام، هذه هي الأسماء التسعة أو العشرة التي تكون الهمزة فيها همزة وصل، ما عدا ذلك من الأسماء فهمزته همزة قطع. إذا عرفنا مواضع همزة الوصل بكل سهولة نستطيع أن نعرف مواضع همزة القطع. همزة الوصل في الحروف حرف واحد ال. في الأفعال ماضي الخماسي وأمره ومصدره، ماضي السداسي وأمره ومصدره، الأمر من الفعل الثلاثي. في الأسماء عشرة أسماء أو تسعة أو تسعة أسماء، وهي اسم است امرؤ امرأة اثنان اثنتان أيمن الله يعني أيمن في القسم يعني ابن ابنة. هذه أسماء سماعية همزته همزة وصل، وما عداها من الأسماء فهو همزة قط. إذا عرفنا مواضع همزة الوصل نستطيع بكل سهولة أن نعرف مواضع همزة القط. يتبقى لنا همزة القطع إيه؟ مواضع همزة القطع واحد ماضي الرباعي وأمره ومصدره، أكرم أكرم إكرام، ماضي الثلاثي ومصدره أكل أكلا. بقية الأسماء وبقية الحروف ما عدا ال بس. يبقى مواضع همزة القطع بكل سهولة، ما سوى مواضع همزة الوصل فهمزته همزة القطع. يبقى الرباعي وأمره ومصدره أكرم 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 إكرام، ده همزة القطع. الماضي من الفعل الثلاثي ومصدره أكل أكلا. تمام، كذلك الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أكرم، ده همزته همزة قطع. ما عدا الأسماء العشرة أو التسعة هذه فهمزته همزة قطع. كل الحروف ما عدا ال همزته همزة قطع. تمام، طيب حركة همزة الوصل أحبابنا الكرام، همزة الوصل إذا كانت في ال فهمزتها مفتوحة، ال الضحى الشمس القمر. طيب إذا كانت فعل ثالثه مضموم فحركتها مضمومة زي اكتب انصر اخرج، ما سوى ذلك فهمزته مكسورة، انطلق اجلس اسم است. يبقى همزة الوصل تفتح مع ال فقط وتضم إذا كان ثالث الفعل مضموما اكتب انصر اخرج، وتقصر فيما عدا ذلك. يبقى إذن ملخص همزة الوصل والقط
همزة الوصل هي همزة يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وتثبت نطقا لا كتابة، وتثبت في ابتداء الكلام لا في وسطه. أما همزة القطع أحبابنا الكرام فهي التي تثبت نطقا وكتابة، وتثبت في ابتداء الكلام وتثبت في وسطه. طيب مواضع همزة الوصل في الحروف، حرف واحد هو ال. في الأفعال ماض الخماس وأمر ومصدره، ماض السداسي وأمر ومصدره، الأمر من الفعل الثلاثي. في الأسماء 9 أسماء أو 10 أسماء، اسم، است، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، أيم الله، ابن، ابنة، ومن العلماء من زاد ابنهم، وهي لغة في ابن. طيب حركة همزة الوصل إذا كانت أل فهمزتها همزة الوصل مع أل مفتوحة، الشمس، القمر، الضحى. طيب مع الفعل المضموم الثالث مضمومة، تكون مضمومة، اكتب، انصر، اخرج. فيما سوى ذلك تكون مكسورة، مثل اجلس، افتح، اسم، وكذلك جميع الايه الاسماء. طيب انا اريد ان افرق بين همزة القطع وهمزة الوصل يا دكتور. بسيطة يعني، الامر بسيط جدا. الكلمة التي بها همزة وصل او قطع ادخل عليها الواو او الفاء. يعني مثلا اكرمة ادخل عليها الواو، ان نطقت الهمزه فهمزته همزه قطع. حضرتك بتقول وكرم ولا واكرم؟ واكرم، تمام. طيب انطلق ادخل عليها الواو، اذا نطقت الهمزه فهمزتها همزه قطع، وان لم تنطقها فهمزتها همزه وصل. اقول وانطلق، حضرتك بتقول وانطلق، وانطلق ما فيش حد بيقول وانطلق. يبقى أدخل الواو أو الفاء على همزة الوصل أو القطع. إن نطقت الهمزة فهي همزة قطع، وإن لم تنطقها فهي همزة وصل. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، ودرس همزتي الوصل والقطع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.